ألف هو اللي يزيد كلش. بألف هو اللي يزيد كلش. الغلاء ديال العلب ودرنا في تعرف كاين الجفاف هذا العام انسان البلاد راه ما كاين لا فلاحه لا والو مازال الفلاحه وكل شيء مشى والعلف راه 6 دراهم كان بجوج دراهم ونص ولا بستة دراهم 5 دراهم راه هو اللي يزيد كلشي نطلبوا الله يشافي لينا سيدنا هو اللي غيحن فينا طلبوا من سيدنا يتشافى هو اللي غيحن فينا الشعب راه مضروب راه أزمة خايبة كاع. المواطن البسيط يعيد العام؟ يعيد المواطن البسيط راه غيعيد. ما غاديش ما يعيدش. المواطن البسيط راه غادي يعيد مسكين راه غيصبر وغيعيد وخا كاين تمام مرتفعه راه غيعيد. حتى واحد مكره راه المواطن مكراش والكسيان مكراش. أزمة على كل شيء. شنو الحاجة اللي زايدة في الحوايج؟ راه زايدة 50,000 فرانك زايدة 70,000 فرانك. العام الأول. زايدة 100,000 فرانك. عاد الكسير زيد 100,000 فرانك العام الاول هذه مسيره زيده في العلفات 100,000 فرانك اللي زيد عاد الكسير 100,000 فرانك زيد اه 100,000 فرانك اللي زيد عاد الكسير هو تلقى حولي عام كامل هو كيعلف عام كامل هو كيعلف كيضرب في العلف من 6 دراهم 4 دراهم كان مول فيه علفه بجوج دراهم جوج دراهم ونص ودابا ولات 6 دراهم 5 دراهم راه فيه 100,000 فرانك اللي زايد الناس راه مكرفصه الكسير راه مكرفص راه واخا كاينه تغلى وكل شيء وما سيالكش السلوك راه ما كاينش راه غير البركه تاع الله الناس كيقول لك الفلاحه كيزيدوا علينا في الثمن الكسابه كيزيدوا علينا في الثمن واش الكساب كيزيد في الثمن وكيوكل في العلف 6 دراهم كاين يوكل بجوج دراهم جوج دراهم ونص وبغى يزيد في الثمن كيوكل ب 6 دراهم ويزيد في الثمن ترى هو مزيود عليه هو في الثمن ترى هو مزيود عليه 100,000 فرانك في الثمن راه الكساب راه ما سالفش الكساب راه الله يكون في العون راه دابا هنا المواطن هنا كيقول لك كيصعب كيقول لك الحولي رخيص ولا الحول الكسير زيد في الثمن ولا ولكن راه ازمه كاينه في المغرب واش ولا يعلف عالف 6 دراهم راه الكسير زيد عليه اكثر من المواطن راه واش 20 100,000 فرانك زيد على العام الاول انا كنحسبوا لها 100,000 فرانك تزيدت اكثر من النص في العام زياده عام ونطلبوا من الحكومه انسان تعاون المواطن هادشي اللي غنطلبوا انسان والله يشافي لينا سيدنا الاسعار ربما تاثرت به يعني ربما الغلاء في المحروقات غلاء في الاسعار ربما الغلاء في الفلاحه غلاء في المواد كل شيء غالي كل شيء غالي الفلاحه غاليه كل شيء غالي الدعم ما كاينش هذا العام حنا دعمونا برويزه قال لك دعموا الفلاح عطاو خيشة لواحد وكاين اللي ما عطاوش وبالمرادخه بالمطايفه في المنطقه اللي كنسكنوا فيها حنا والشيء الاخر شكون داو الناس اللي لاباس عليهم الفلاح الكبار اما الفلاح الصغير ما سدوا عليه في خنشه اخويا ما بقى يساوي والو ولا محقور واخا علاش الفلاح الصغير ولا حلقه استثنائيه ربما الفلاح الصغير مسكين ما والله محقور ما اي دعم كيمشي الفلاح الكبير اما الفلاح الصغير ما كيخلطوش كيخلطوش مسكين الفلاح الصغير اخوة دير فيه صافي بيع كل شيء هو الام كانت نعجه انسان هو كل شيء ما بقى حتى حاجه صافي ما كاين لا دعم لا والو مسكين انسان الله مطالع انسان راه بنادم الله يكون في العون ما قدش على الكسيبه راه كيجي يبيع في السوق راه ما بقى حتى حاجه واخا واش كتخسروا حتى نتوما ربما في العيد حتى كنخسروا حتى حنا كنخسروا حتى حنا راه حنا كنصيروا راه كنخسروا راه صاير بزاف راه صايروا تكرفيس وكل شيء انسان صايروا تكرفيس اخويا راه مزيود السير حتى الكسير حتى هو راه مسكين راه مطالع به الله راه كاين السير بزاف مقارنة مع ذاك العام شنو هما الحوايج اللي هذا العام اللي مأثرين في يعني في السومة الشرائية ديال العيد هو العلف اللي مأثر هو العلف العلف هو اللي داير هادشي كلشي ما كاين لا دعم لا والو واش علف 6 دراهم 4 دراهم 5 دراهم انسان ما عمرو كاين هذا الشيء حنا ما عمرنا شاهدنا حنا هذا الكسي فين غير دراسو عام هو حولي علف عادو على 5 دراهم والحولي كيقول 4 كيلو 5 كيلو 4 كيلو 5 كيلو في النار خلاص قامر كتحولي كاع العام كامل كاع شحال كتعلفوا في النهار؟ ها؟ شحال كتعلفوا في النهار؟ ولا العلف في النهار لا عندك 50 ولا عندك 100 ديال الغنم راه تاكل تقريبا راه فايته 100 كيلو اللي كتعلفها في النهار شحال الثمن كيطلع عليك؟ هو الثمن راه حسبي 20 درهم 20 درهم 20 درهم ونص اللي كيتقام في النهار الحول 20؟ اه 20 درهم الحولي الواحد الحولي الواحد اللي كياكل في النهار وكثر كثر 20 درهم 25 درهم هذه اللي كياكل في النهار الحولي
هو حسب عام كامل شحال غيتقام لك هاد الحوايج وعاد زيد عاوتاني ربما الكراو وزيد الكراو وزيد الصير وزيد وتزاد في المازوت دابا حتى الترونسبور حتى هو تزاد ولا كاميو كان يجيبك 100000 فرنك الامره ولا كيجيبك 50000 يجيبك حتى هو زيد انسيتو وزيد عليه المازوت حتى هو مقاسلك زيادة على كل شيء ربما حتى المواطن ما بغاتش عنده ديك الرغبة أنه كيجي مثلا كيساوم كيشري داك الشيء إنسان حنا يلاه جينا البارح إنسان كيجيو عندنا كليان ديالنا هما اللي كنبيعو لهم راه كيجيو عندنا تقريبا شي فيتا 20 عام حنا كنجيو هنا هما كليان هما اللي كيجيو كنبيعو لهم بعض الأحيان عندنا حتى واحد براني كيجي كيصوم كتقول لي شي ثمن كيزيد بحالو مسكين هو ما عارف والو كيسحب الكسيب راه ما مصيرش إنسان كيسحب الثمن اللي كان عامله هو راه كاين هذا العام كنا هذا العام راه كاين ثمن مرتفع طلبوا من الله الله يصاوب رسالتك للحكومه رسالتك للحكومه الحكومه كنطالب الحكومه ووزير فلاحه انسان المواطن الصغير راه ما كتخلطوا لا دعم لا والو نطلب من الحكومه انسان دير شي مراقبه الا كان شي دعم دير شي مراقبه راه ولا كهادشي ديال الدعم راه كيدوا الفلاحه الكبار في الصغار ما بقاو كيديو والو انا المنطقه اللي كنسكن فيها كيدوا الفلاحه الكبار الصغار ما كياخذوا والو عطيه خيشه واش خيشه عنده 50 ديال الغنم ولا 100 ديال الغنم خيشه وحده هو الدعم راه ماشي دعم اش غيوكل نهار ماكله نهار دعم وبالمضاربه حنا نطلبوا من سيدنا الله يشافي لينا ولا يحن فينا حنا نطلبوا سيدنا الله يشافي لينا ويطول لينا عمره سيدنا هو اللي غادي يحن فينا ولا يحن في الشعب ديالو حنا كنحبوا سيدنا ونطلبوا من الله هو اللي غيحن فينا وانسان هو اللي الله يدير شي تاويل ديال الخير سير هادشي راه بزاف إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.